هذه الحكومة أول ما جات الإخوان باعت الوهم للمغاربة، دت تعطي يعني في الوعود التي يعني لم يرى منها الناس إلى حد الآن شيئا. هذه الحكومة الإخوان من الأمور التي قامت بها أمور سيئة، جات وحيدات قانون ديال الإطراء الغير المشروع اللي كان نراه السي مصطفى الرميد في الوقت اللي كنت أنا رئيس الحكومة، وياما قاوم وياما جادل وياما وناصرناه ولكن بدون نتيجة، وبقى داك الشيء كيتدحرج حتى مشى للحكومة ديال السي سعد الدين العثماني وظنينا غادي يخرج ومشى، جات هذه سحباته من دابا هذه الحكومة هذه كيفاش بغات الناس يعني يقدروها؟ إلا سمعوا الناس باللي كاين واحد القانون اللي الخلاصة ديالو هي أنه وكيل الملك إذا بلغ إلى علمه أن شخصا في المجتمع بصفة عامة خصوصا إذا كان موظف ديال الدولة نامت ثروته بطريقة غير مفهومة يملك أن يدعوه ويسأله عن ثروته، هذا ما فيها والو، فيها تجعل ملي كتحيد شنو كتفهم اللي كتحيد هذا القانون؟ طبعا ما تقولوا لياش راه داها السي وهبي وقال غادي يعاود يديرها بشي صيغة أخرى ويجيبها، لا، كاين إشكال أساسي الإخوان وهو أنه هذه الحكومة يبدو كأنها تقول للناس إنني أريد أن أحمي الذين سوف يمسون المال العام ويستغنون بطرق غير مشروعة في المستقبل، وإذا أيها الموظفون وأيها المسؤولون وأيها الولاة وأيها العمال وأيها الوزراء وأيها اللي لقى فيكم شي مي دي رانا محدد القانون ما خرجش راكم محميين. أنا ما كنقولكش بلي هذه هي الفكرة ديالهم، الله أعلم، ولكن هذا هو الذي يستقر في أذهان الناس وهذا صعب جدا جدا جدا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.